السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا ماي لوفلي تويز. اليوم معنا لعبة تلبيس من بولي بوكيت، البنوتة هي الصغيرة جاية معها كمان اكثر من 20 قطعة، هي للاطفال فوق ال4 سنوات لانه في قطعة صغيرة. الشخصية اللي معنا اليوم اسمها بولي، هي الشخصية كمان متوفرة، كتير جاية معها فساتين كمان مختلفة، لو حابين تشوفوها خبروني بالتعليقات. انتم شايفين جاي معها كتير كنزات وأحذية، هون في حذاء، هون في حذاء، طلعون أول شي بعدين جربون عليها. أول شي معنا اللعبة أو الدمية، أنا حسيتها بتشبه باربي شوي، حتى شعرها مثل الشعر الحقيقي مثل باربي، شعرها أشقر وكتير حلو، إلى غرة تحرك كمان إيدها، تحرك رجلها، فينا نقعدها، تحرك راسها، حتى بتحركه شوي هيك وهيك، حتى وشها كمان كتير حلو، عيونها زرق، لابسة فستان، هذا أول واحد كتير كتير حلو لونه موف، كمان لابسة اسوارة بإيدها، كتير كمان حلو لونه زهري. طبعا هدول كلهم نقدر نغير لها اياهم عشان نلبسها هدول الملابس كلهم، فينا نبدل لها اياهم. عن جد كتير كتير حلوة وشعراتها كتير حلوين. اللعبة هي من ماتل، فالمفروض انه يكون شعرها كمان اصلي وما يخرب ان شاء الله. هلا خلونا نجرب نلبسها هدول الفساتين ونشوفهم كيف حيطلعوا عليها. اول شي حاملة الاسوارة مشان اقدر شلحها، الفستان شلحها هيك، كان نجرب هذا الفستان الأزرق أول شي عشان أقدر ألبسها كمان شلحها الكندرة. هلبسها نفس هاي الكندرة لأنه لابقة مع الأزرق، خليها لابستها. ممكن كمان نحملها هاي الشنطة اللي جاية معها كمان، مسكاها هيك، كتير كتير طلع حلو الفستان عليها، كتير اللون الأزرق لبق لها على لون عيونها، والشنطاية كمان لبقت مع الحذاء. ما تنسوا تصوتوا للفستان اللي بيعجبكم أكتر. هلا ننتقل للفستان الثاني، هجرب هذا لونه موف، هلبسها هالمرة هذا الحذاء. كمان طلع كتير كتير حلو الحذاء كمان لابق مع الفستان، كتير كتير حبيته كمان. هلأ ننتقل للفستان التالي، المرة حلبسها هذا الأفرول، ممكن لبسها معه الجزمة نجربها معه. جاي معها كمان كاسة العصير، هاي مسكها اياها، في إلها مكان من هون عشان مسكها اياها، حطلها بإيدها كمان، كتير كتير هيك طلعت حلوة. هلا ننتقل للزي اللي بعده، في معنا هون البنطلون، بس أول شي لازم نلبسها الكنزة، في هذا الجاكيت كان نلبسها اياه، لبسها البنطلون كمان.
هيك طلعت لابسة بيجامة نوم كمان، كتير كتير طلعت حلوة. إذا حبينا نلبسها الحذاء أو نخليها هيك بما أنه بيجامة نوم. ننتقل هلا للزي اللي بعده، في معنا هون هاي الكنزة، لبسها اياها كمان. هلبسها معاها هاي التنورة، هلبسها هذا الحذاء كمان. هدول الملابس كتير طلعوا حلوين عليها، مرسوم عليهم هون غيوم وقوس، كتير كتير اللون الأزرق عم يلبق لها. حطيت لها كمان هاي الإسوارة، إسوارة عليها وردة صغيرة. هلا بننتقل للزي اللي بعده، في معنا هون هي الكنزة ومعها هذا الشور، لبسها هون أول شي الكنزة. ومعها هذا الشورت كمان نفس اللون، لونه زهري. كمان هدول كتير كتير طلعوا حلوين، الستايل كله عملت لها لونه زهري، مع الشنطة كمان لونه زهري. كمان مثل ما قلتلكم نقدر نحط لها الاسوارة. في معنا هون هذا الطقم كمان، لبسها اياهم. هلبسها معه هون، في كمان هاي الشنطة جاية معهم تنحمل على الظهر، انتم شايفين لبست اياها على ظهرها كمان كتير حلوة. هلبسها هذا الحذاء. اخر شي معنا هاي النظارة، تلاقيها على شعراتها، ممكن نحطها هيك أو بنقدر نحطلها هيك طبعا. كتير كتير حبيتوا هذا الستايل، معه شنطة على ظهره والنظارات، كتير كتير طلعوا حلوين. آخر شي معنا هاي الكنزة، هلبسها اياها أول شي. شو نلبسها معها؟ ممكن هي التنورة أو ممكن هذا الشورت، ممكن يطلع حلو. كمان هي بيجامة نوم يمكن. هذا آخر ستايل معنا لليوم، بس طبعا مثل ما قلت لكم بنقدر كتير نبدل بالكنزات والتنورة والبنطرون، كتير بنقدر نبدل بيناتهم. ممكن هاد البنطلون مع هاي الكنزة، أو ممكن هذا مع هاي الكنزة، كتير بنقدر نبدل ونلبسها كتير أشياء، نعملها ستايلات متعددة. وهي كانت كل القطع اللي جاية مع اللعبة، عملنا لها ستايلات كتير حلوة بصراحة. أنا هذا كان الستايل المفضل عندي، خبروني انتو شو الستايل المفضل عندكم وشو أكتر شي عجبكم باللعبة. أنا بصراحة حتى اللعبة هي بحد ذاتها كتير عجبتني، بتحرك لأنه إيدها وبتحرك راسها وبنقدر نقعدها. كتير كتير كانت اللعبة تبعنا حلوة اليوم، أنا كتير حبيتها. خبروني كمان إذا أنتو حبيتوها، ما تنسوا تحطولنا لايك
وما تنسوا تشاركوا الفيديو مع رفقاتكم. لو أول مرة بتشوفوا قناتنا ما تنسوا تشتركوا معنا لتوصلكم الفيديوهات الجديدة، والسلام عليكم.